قطري بجدد التحية ليك وبجدد التحية لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. مبروك فوز مهم في ظل تلاحم المباراه الكبير، وزي ما قلنا خلاص يمكن الفينش، مرحله الدوري بتنتهي ان شاء الله باذن الله. مباراه كل مباراه ليها حسابات خاصه مع الجهاز الفني، لكن نتكلم طبعا مع كابتن محمد يوسف المدرب العام. مبروك يا كابتن يوسف، كل مباراه وكل مره بسجل معاك بنقول سيناريوهات مختلفه وحسابات مختلفه وليها ظروف مختلفه كل المباراه. النهارده عدم يمكن احترام المنافس ده كان من اهم الاشياء اللي انتوا اتكلمتوا فيها مع لعيبه النادي الاهلي بشكل عام. تشوف الجيم ازاي؟ مبروك الاول يا كابتن يوسف. الله يبارك فيك. طبعا بمسح على الكابتن اسلام وضيوفه، الحمد لله 3 نقط بيضافوا للمشوار بتاعنا. يمكن يعني النهارده طبعا انت عارف بنلعب مباريات متتاليه، وفي نفس الوقت النهارده الجيم على مراحل، في مراحل بنعلى فيها وبنعلي الريتم فيها وبنروح بفرص، بس ما طبعا ما تمش استثمارها بشكل جيد. العادي النهارده ان احنا نكون بنتكلم في 5 أو 6، لكن انا بقول الحمد لله ان في النهايه غطينا الجون. كنا في قلق شديد جدا وفي توتر شديد جدا، لان طول ما انت 1-0 انت بتدي طموح للفرقه اللي قصادك، عندها امل انها ممكن ترجع للمباراه. يمكن في النهايه في الدقيقه 80 رمضان صبحي قدر ان هو يحرز الهدف الثاني، راحت لنا طبعا فرص كتير زي ما قلت، لكن في النهايه الحمد لله انت الهدف من المباراه اتحقق. يمكن ممكن ما كناش على يعني او كنا طمعانين في نتيجه احسن من كده، وكل السيناريوهات وكل الظروف النهارده بتؤهلنا ان احنا كنا نعمل سكور احسن من كده، لكن في النهايه الحمد لله 3 نقاط بنتربع بيهم او بنتصدر بيهم الجدول، وان شاء الله ربنا يكرم ان شاء الله نقفل الملف ده ونفكر في اللي جاي ان شاء الله. مباراه بتاعت يوم 11 ان شاء الله مع التلاحم المباريات الكبير، لكن تاكيدكم على شخصيه النادي الاهلي وروح الفانيله الحمراء واللعب الاخر ثانيه ده على طول بشكل مستمر في المحاضره، ده بينعكس علينا وبيبان. نشوف الشناوي بيصد ضربه جزاء، نشوف رمضان بيحرز، يعني عايزين نتكلم على الكواليس دي لان مهمه قوي يا كابتن. هو طبعا ده حاجه يعني ما فيهاش كلام كتير. احنا طبعا دائما بنجهز اللعيبه نفسيا، اللعيبه حاسه بالمسؤوليه. يمكن احنا قلنا قبل كده اكتر من مره ان احنا بنلعب دوري استثنائي السنه دي، موسم استثنائي، ما وفقناش في بطولات قبل كده، لكن مهم جدا السنه دي ان احنا نكون مركزين في البطوله في الدوري. لعيبه النادي الاهلي انا شايف انها بيادوا بروح عاليه جدا، ممكن بعض مش ممكن تادي 90 دقيقه بريتم واحد، اكيد بيبقى عندك يعني المنحنى بتاعك بيطلع وينزل اثناء المباراه، لكن في النهايه الروح موجوده. انا بقول لك الحمد لله ان احنا ماشيين بشكل كويس، يمكن بيغيب عننا بعض العناصر، طبعا بيرجع لنا بعض العناصر. النهارده وليد سليمان بنشوفه في وقت اكتر، رمضان بيحرز اهداف، فالايجابيات دي اظهر النهارده احرز هدف، وفي نفس الوقت كمان عندنا ايجابيات اكتر ان شاء الله الفتره الجايه انها ترجع لنا. عندك مروان ان شاء الله يرجع من الاصابه، عاشور يرجع من الاصابه، وهكذا يعني ان شاء الله. اخيرا يا كابتن يوسف، ايه اللي اتقال للعيبه مع الحفاظ على الصداره؟ خلاص النادي الاهلي بيتصدر وبيتسيد البطوله، مطلوب كتير قوي الفتره اللي جايه، مرحله مهمه، لكن مطلوب ايه من اللعيبه من وجهه نظرك يا كابتن؟ طبعا انت يعني عايز اقول ان خدنا خطوه كويسه، خطوه معنويا كويسه، لكن لسه انت بتتكلم في مباريات متبقيه، مش هيحصل اطمئنان غير لما زي ما دايما بنقول الفرق النقاط يعدي المباريات. لسه المنافسه قويه جدا، بنحترم كل المنافسين اللي معانا. كل تفكيرنا دلوقتي في المباراه القادمه ان شاء الله يوم 11، هي دي هدفنا وهي دي اللي هنشتغل عليها. يمكن مهم جدا على طول من بكره نبدا نستعد لها ونبدا نشوف الاوراق، نقاط القوه نقاط الضعف، نشوف احنا عندنا الاستشفاء بتاعنا والاصابات اللي عندنا. مهم جدا احنا بنشتغل كل مباراه على مباراتها ونركز فيها ونبدا نشوف ايه الطريقه اللي هنبدا نتعامل فيها مع المباراه اللي جايه ان شاء الله. الله يخليك، الله يبارك فيك. بنشكر اكيد الكابتن محمد يوسف، بنبارك له من جديد ونبارك لعيبه النادي الاهلي زي ما اكدنا.